إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع مجلس البحث العلمي تقدم. احنا نريد من يتعلم العلم الصحيح ويحصل على المعرفة الحقيقية ويفكر ويتدبر ويضيف، كان في المجال العلمي المجال الفكري. وهذا يقودني إلى مسألة البحث العلمي اللي هو أمر هام جدا. حوار مع باحث، قراءة عن قرب لمواضيع بحثية متنوعة. استخلصنا منها مشكلة البحث الحالية اللي احنا جالسين نشتغل فيه حاليا. فكرة البحث جاءت حقيقة بعد أن أصبح العمل التطوعي يوضع على طاولة الاقتصاديين. المشروع يتعلق بمشكلة المياه الجوفية. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مستمعين الكرام إلى جولة حوارية بحثية وبرنامج حوار مع باحث. في كل حلقة من كل أسبوع نقترب من مشروع بحثي ممول عن طريق مجلس البحث العلمي لتقريب آفاق البحث العلمي في السلطنة معكم مستمعين الكرام، أو نقدم لكم مادة بحثية لمشروع أو برنامج يشتغل عليه مجلس البحث العلمي. في حلقة هذا الأسبوع نقترب من مشروع بحثي طبي، وهو التحقق من صحة العلامة البيولوجية المحتملة لتشخيص وعلاج سرطان الثدي لدى الإناث العمانيات. وباسمكم جميعا مستمعين الكرام نرحب بالباحثة الرئيسية لهذا المشروع، وهي الدكتورة سيرين أدهم، أستاذ مساعد بقسم الأحياء بكلية العلوم بجامعة السلطان قابوس. أهلا ومرحبا بك دكتورة معنا في برنامج حوار مع باحث. أهلا فيكم. نرحب بك دكتورة، ونريد بداية أن نعرف مستمعين الكرام بأهمية هذا المشروع البحثي. من أين تكمن أهمية هذا المشروع البحثي في البحث عن هذا الموضوع؟ نعم، تكمن الأهمية لهذا المشروع في أننا أوجدنا علامة بيولوجية خاصة وخصوصا في عينات الدم للسيدات العمانيات، حيث أنه لا يوجد أي أبحاث قديمة على العينات المحلية، خليني أقول. نعم، فهذا كان مشروع له أهمية كبيرة في أننا أوجدنا علامة بيولوجية وتحققنا منها الحمد لله بنهاية المشروع بأنها علامة قد تشكل تغيرا كبيرا بوجهة نظر العلماء سواء عندنا في السلطنة أو في العالم بشكل عام نحو هذا البروتين الذي أوجدته وتحققت منه أنا والفريق البحثي طبعا، في أنه سيكون إن شاء الله هدفا لإيجاد العلاج لسرطان الثدي، وبالتحديد سرطان الثدي السلبي الثلاثي الذي يفتقد إلى العلاجات المستهدفة في الوقت الحالي. نعم. فهذه كانت من أهم خلينا نقول خلاصة المشروع الذي استمر لمدة 3 أعوام، والحمد لله طبعا بفضل المجهود المجموعة كاملة كفريق بحثي كامل، وبفضل طبعا جهودكم كمجلس البحث العلمي في تمويل هيك نوع من المشاريع اللي هي نادر ما تحدث عندنا في جامعة السلطان قابوس. وخليني أحكي بالتحديد، نعم، أن فريقنا البحثي كان هو الرائد الأول تقريبا في البداية في هيك مشاريع بحثية اللي هي تضم، نعم، ما بين العلوم البحتة أو الأساسية والعلوم الطبية. طيب دكتورة، ذكرتي سرطان الثدي السلبي الثلاثي، ما نعم المقصود بهذا المصطلح تحديدا؟ نعم، سرطان الثدي ينقسم إلى 5 أنواع. طبعا انقسامه لخمس أنواع اعتمد على وجود المستقبلات الهرمونية في خلايا الورم. نعم. فأحيانا نجد أنه بعض السرطانات أو الأورام تعتمد على وجود الهرمونات حتى تستمر في النمو، وبعضها يستمر في النمو رغم عدم وجود الهرمونات، وهذا هو النوع السلبي الثلاثي
لأننا نتكلم عن ثلاث هرمونات بالتحديد اللي هي التي تسمى هرمونات الاستروجين وهرمونات البروجستيرون وهرمون ثاني معروف بالهيرتو. فهدول الثلاث هرمونات يفتقد إليهم بعض مرضى سرطان الثدي، فمن صنفهم على أساس أنهم مرضى سلبي ثلاثي بأنه يفتقدوا لوجود هذه الهرمونات، وبالتالي لا يستفيدوا من العلاجات المتوفرة منذ القدم. يعني هناك علاجات تستهدف مستقبلات الهرمون الذي يسمى الاستروجين أو الهيرتو، فهؤلاء المرضى الذين يمتلكون هذه المستقبلات يستفيدوا من العلاج، وبالتالي المرضى الذين يفتقدون هذه المستقبلات لا يستطيعون أن يستفيدوا. فكان الهدف من الأساسي لهذا المشروع هو إيجاد العلامة البيولوجية التي تميز السلبي الثلاثي لإيجاد العلاج المستهدف لهذا المرض بالتحديد. نعم. طيب دكتورة، هل سرطان الثدي السلبي الثلاثي يعتبر أخطر أنواع سرطان الثدي ولماذا؟ نعم. أيوة نعم، هو أخطر لعدم وجود العلاجات المستهدفة، لأنه يعالج فقط بالعلاجات الكيماوية، والعلاجات الكيماوية هي علاجات عامة لا 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 تختص فقط في علاج هذا الورم بالتحديد. فطبعا العلاج يتم زي أي مرض ثدي يعني أو سرطان ثدي بالجراحة بالإشعاع بالكيماوي، ولكن حتى لا يعود هذا المرض مرة أخرى، نعرف أن السرطان بشكل عام بعد سنين من وجوده أحيانا يرجع، ويرجع بشكل كتير أعنف من ما كان عليه. فسرطان الثدي السلبي الثلاثي لعدم وجود هذا العلاج المستهدف يعتبر هو من أخطر الأنواع، لأنه لا يوجد هناك العلاج الفعال ضد هذا المرض بالتحديد بعد ما يتم عملية السيطرة عليه مثلا بالكيماوي بالإشعاع. ويعتبر انه هو من السرطانات اللي بالعالم كلها، بالاضافه انه عندنا في عمان نسبته اعلى، هو المسؤول عاده بالاحصائيات على نسبه الوفيات الاكثر شيوعا. يعني عاده الانواع الثانيه التي تعتمد على الهرمونات لا تؤدي للوفاه مباشره، او خلينا نقول وقت الاحصائيه لما بصير احصائيات بيلاحظوا انه دائما الوفيات ترتبط بالسلبي الثلاثي. لذلك هو هدف مش بس احنا عندنا بالسلطنه، هو هدف للعالم كله، ولكن احنا مشكلتنا هنا في سلطنه عمان انه نسبه السرطان السلبي الثلاثي عندنا اعلى من ما هو متعارف عليه في دول الغرب. نعم. طيب دكتور، ما الاسباب لوجود سرطان الثدي السلبي الثلاثي؟ هو طبعا لا يوجد سبب محدد، لانه السرطان بشكل عام سواء السرطان الثدي المعتمد على الهرمونات او غير الهرمونات يحدث عند أي خلينا نقول سيدة غير محظوظة، لا يوجد سبب مباشر. طبعا دائما السرطان وبالذات سرطان الثدي في عندنا النوع المعتمد طبعا على الوراثة، يكون أحد أفراد الأسرة مثلا مصاب بسرطان الثدي، فهناك في جينين معروفين دوليا اللي هنا بسموهم براكا 1 وبراكا 2 مسؤولا عنهم، ولكن نسبة حدوث السرطان بسبب هذول الجينات لا يتعدى 2% تقريبا. معظم السرطان تحدث بسبب اللي هي العوامل البيئية، ممكن تكون عوامل تعرض السيدة لكيماويات معينة، كتير منلاحظ في كتير يعني شغلات تانية اللي هي طبعا أكيد الاسترس واحد منهم، اللي هو الضغوط النفسية ممكن. صحيح. سبب ممكن يكون الأكل الشرب، تعرض المنزل مثلا لنوع من أنواع الكيماويات أو الإشعاعات، يكون قريب من مكان، عرفت على كيف؟ فهو السلبي الثلاثي هذا كمان لا يعرف بالضبط وبالتحديد إيش هو السبب، ولكن يحدث كتير بالغالب عند النساء خلينا نقول صغيرات السن، يحدث عند الكبيرات السن. بس كمان انه لاحظنا مثلا على الاقل في المجموعه اللي درسناها 75 عينه، لاحظنا انهم معظمهم كانوا في الاعمار اللي هي ما قبل 45 سنه. فلحد الان ما لا يوجد، خلينا يعني اكون بالتحديد واضحه، انه لا يوجد عن جد سبب مباشر لهذا الموضوع، ولكن دائما نعتمد انه ننتبه على العوامل البيئيه. طبعا هناك كثير حملات توعويه الحمد لله بفضل الدكتور عادل العجمي اللي هو الجراح لنا في مستشفى الجامعة. نعم. بيعمل حملات توعية كبيرة. أكيد اكتشاف سرطان الثدي في مراحله المبكرة يعني تقريبا 90% منه ممكن يتعالج، يعني مش إنه نهاية العالم. فخلينا نقول أكيد
انه لازم احنا نوعي الناس اللي حوالينا والسيدات اللي حوالينا بضرورة طبعا الغذاء الصحي، بضرورة الراحة النفسية، بضرورة ممارسة الرياضة. هذه امور اكيد ايضا ضرورة بتأثر. مراجعة الطبيب الدكتورة بشكل مستمر. ايوه، مراجعة الطبيب وبشكل مستمر بالضبط، والفحص الذاتي اكيد. نعم. طيب دكتورة الان يعني ما هي المراحل التي اعتمدت عليها في هذا المشروع البحثي حتى خلصتم إلى النتائج على مدى 3 سنوات؟ أستأذنك بالإجابة دكتورة على هذا السؤال بعد أن نتوقف معك والمستمعين الكرام مع فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال ما تبقى من حوارنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث. عزيزي الباحث، عزيزتي الباحثة، لا يحق للباحث الرئيس التقدم بأكثر من طلب واحد للحصول على منحة خلال نفس الدعوة المطروحة لتقديم المقترحات البحثية ضمن برنامج المنح البحثية المفتوحة الذي يتبناه مجلس البحث العلمي. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام مجددا إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، والتي نخصصها للحديث حول المشروع البحثي التحقق من صحة العلامة البيولوجية المحتملة لتشخيص وعلاج سرطان الثدي لدى الإناث العمانيات. وباسمكم مجددا نرحب بالباحثة الرئيسية في هذا المشروع، وهي الدكتورة سيرين أدهم، أستاذ مساعد بقسم الأحياء بكلية العلوم بجامعة السلطان قابوس. أهلا ومرحبا بك دكتورة مجددا. أهلا فيك. كنا نتساءل قبل الفاصل حول المراحل التي اعتمدتم عليها في هذه الدراسة البحثية. نعم، المراحل طبعا بدأت بأننا أخذنا الموافقة. الموافقة طبعا. نعم. من كل المرضى المشاركين. نعم. المرحلة الأساسية طبعا بوجود الفريق كامل متمثل بالبروفيسور منصور المنذري، دكتور عادل العجمي، دكتورة مروة الريامية من كلية الطب، بالإضافة لوجودنا احنا في كلية العلوم اللي هن الباحثين، متمثلة بنفسي بالمساعد زميل ما بعد الدكتورة وطالبة الدكتورة الأساسية اللي هي تقوم بإجراء عملية تجميع عينات من المرضى. طبعا المرضى يزوروا قسم الأمراض الثدي في جامعة السلطان قابوس في المستشفى بمساعدة الدكتور عادل. طبعا نأخذ الخزعة، جزء من الخزعة التي يأتي طبعا هناك يعني شك انها تكون تيومر او ورم. نعم. ناخذ عينه الدم بعد موافقه المريضه اكيد، ناخذ هذا الدم وناخذ هذا الانسجه هذه من النساء، نذهب بها الى المختبر، نقوم بتحليلها عبر استخدام طبعا كل الوسائل اللي هي البيولوجيا الجزيئيه، فنفس الدم الى مكوناته، ناخذ اللي هو بنسميه احنا بلازما الدم والبافيكوت او خلايا الدم المناعيه، نقوم بتحليلها باستخراج البروتينات منها، نقوم بتحديد هاي البروتينات عبر وسائل البيولوجيا الجزيئيه طبعا. نعم. ندرس التعبير الجيني مالها، وبعد ما ندرس التعبير الجيني مالها نقوم بتحليل طبعا نسبها ومقارنة هذه النسب أيضا بالنساء أو العينات التي تؤخذ من النساء اللي هن صحيحات اللي ما عندهم أي مرض بالثدي أو حتى أمراض تذكر، نأخذ تقريبا الأعمار اللي هي بتكون متشابهة، ونقوم بعملية الدراسات الإحصائية بعد طبعا تجميع العدد الكافي من هذه العينات. نعم. فهذا الشيء الحمد لله اللي توصلنا إليه، أنه في كان فرق جدا واضح بالنسبة التعبير الجيني والبروتيني لهذول البروتينات اللي احنا طبعا حطيناهم زي أساس إلنا نتحقق منهم، ولاحظنا كيف الفروقات كانت واضحة جدا عبر التحاليل الإحصائية التي أجريناها. نعم. طبعا بمساعدة دكتور بخيت اللي هو دكتور تشارلز بخيت من قسم الإحصاء والرياضيات عندنا في الجامعة. نعم. في طيب كلية العلوم. دكتورة كيف جاء اختيار هذه العينة؟ عينة اختيار الدراسة. العينات اخترنا كل العينات طبعا يؤخذوا من مرضى سرطان الثدي الذي عندهم السرطان يعني في مراحله، طبعا هنا معظمهم كانوا في مراحل متقدمة، ولكن هم اختيروا على أساس أنهم رايحين يروحوا على العلاج ما قبل الجراحة اللي هو بنسميه احنا نيو أدجوفنت كيموثيرابي،
فأخذنا من هدول العينات بالتحديد، ما أخذنا من العينات اللي هنا ما إلهم يعني برنامج للعلاج الكيماوي، فأخذنا العينات قبل العلاج الكيماوي وما بعد العلاج الكيماوي. هلأ إحنا إذا رب العالمين وفقنا وأخذنا فند جديد بما أنه صارت عندنا هاي العينات، نتأمل أنه نجري أبحاث تانية إضافية على هاي البروتينات ما قبل وما بعد العلاج، حتى نعرف حقيقة هل هي ممكن تكون إنها علامة كمان للتشخيص مش بس إنها يعني كهدف للعلاج. نعم. طبعا إحنا وقت ما نقول إنه هذا البروتين بالفعل كان واضح جدا الفرق ما بين نسبته بين العينات المرضى سواء السرطان بشكل عام والصحة أو بالنسبة لمرضى سرطان السلبي الثلاثي مع السرطانات الثانية المعتمدة على الهرمونات، هدول حيكونوا يعني شكله نقطة مهمة، وهذه الأهمية طبعا الحمد لله أنها انتشرت عالميا فصار عندها اعتراف دولي. ممتاز. على أساس أنها أيوة نعم. إنها تكون خطوة لحتى غيرنا، وإحنا إن شاء الله نكمل على هذا المشروع. دكتورة، نحن نريد أن نتعرف على أهم المخرجات التي خرجتم بها من خلال هذه الدراسة البحثية، خاصة أنها نشرت مؤخرا في دورية التقارير العلمية المرموقة التي تنتمي إلى المجموعة العالمية الطبيعية، لكن هذه الموضوعات وهذه المخرجات التي خرجتم بها من خلال هذه الدراسة البحثية نتعرف عليها معك إن شاء الله في الحلقة القادمة من برنامج حوار مع باحث. أما في حلقة هذا الأسبوع فإننا وصلنا إلى الختام، وفي الختام نشكرك على هذا التواصل الدكتورة سيرين أدهم، الباحثة الرئيسية وأستاذ مساعد بقسم الأحياء بكلية العلوم بجامعة السلطان قابوس. شكرا جزيلا لك دكتورة، وملتقانا الأسبوع القادم. عفوا أهلا ومرحبا بكم. شكرا لك. وأيضا مستمعين الكرام، في ختام هذا اللقاء نتوجه لكم بجزيل الشكر على طيب متابعتكم لنا لحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، والتي كانت حول الدراسة البحثية التحقق من صحة العلامة البيولوجية المحتملة لتشخيص وعلاج سرطان الثدي لدى الإناث العمانيات. في الحلقة القادمة نستكمل ما ابتدأنا به حلقتنا في هذا الأسبوع. شكرا لكم وإلى اللقاء. حوار مع باحث، الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.